تفتكرها وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا مستنيين يعرفوا على نار ازاي دخلت الجنة الليلة أقول لهم تعيشوا السعادة ولو زعلوا مرة أو اتخانقوا مع بعض محدش تالت يعرف الحكاية بس سبب كبير أوي الفنان الكبير عادل إمام عادل إمام مش عارف سبب كبير اللي كنت لسه أقول لهم والله